هي حملة تحسيسية لترسيخ ثقافة السلامة المرورية وكذا للحد من حوادث المرور خصوصا أثناء فترة سوء الأحوال الجوية. مع الاضطرابات الحوال الجوية واحد يحاضر باسكو الطرقان يزلقوا الاضطرابات غليسمون تاعنا واحد يمشي بعقله. لا ماجوريتي يحترموا بصح كاينين الناس ما يحترموش. المبادرة نظمت لفائدة مستعملي الطريق السريع تيبازا بوسماعيل من أجل إفادهم بضرورة تفادي السلوكيات الخطيرة والمسببة لحوادث المرور. ها نحن اليوم نصل إلى اختتام فعاليتها بعد أسبوعين من العمل المتواصل للتقليص من حوادث المرور ومرافقة المواطنين الأعزاء عبر شبكة الطرق بولاية تيبازا. قامت أثناها وحدات المجموعة من تسجيل حضورها الفعال والديناميكي من خلال توعية والتوجيه والتنويه بفعالية الوقاية أثناء الظروف الجوية المضطربة وخاصة تلك الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من الوطن. العملية تندرج ضمن مساعي قيادة الدرك الوطنية لتعزيز الأمن المروري على مستوى المحاور والطرقات لتقليص عدد الحوادث.